كابتن اسامه والكابتن علاء اتكلم عن ان اللعيبه بتاخد اكتر من فرصه، ولكن ممكن حد يجي يقول لك ايه، طيب ما انا باخد برضو فرص في ظروف مش طبيعيه، يعني انا مثلا ما بلعبش، يعني مثلا لما كنا احنا بنلعب زمان برضو او غيرنا، يعني مثلا بيتحط واحد او اتنين في وسط الفرقه الاساسيه، يعني مثلا انت لما جيت لعبت كان جنبك كابتن مصطفى عبده وكابتن محمود الخطيب والكابتن يمكن طاهر ابو زيد كمان كان قبلك، كابتن علاء ميهوب، كابتن شريف عبد المنعم، فايه في مجموعه كبيره تسندك، تقف جنبك، تشد من ازرك. طب النهارده مثلا بتشوف 6 7 ناشئين بيلعبوا في نفس التوقيت، فبرضه الحكم على فرصه الناشئ دوت، هل هو فعلا حكم منطقي ولا اديله فرص مع الفريق الاساسي؟ يعني مثلا نتكلم على زياد طارق، طب زياد طارق نحطه في وسط الفرقه الاساسيه، تشيله ماتش هيبقى كويس، ماتشين هيبقى نص نص، بعد كده هياخد رجله هتاخد ويمشي كويس، يعني الفرص برضو وتوقيتاتها. ماشي ايمن، هو معلش يا استاذ اتفضل، انا مش بتكلم على اداء الفني، انا بتكلم على نقطه ثانيه، الروح والحماس، الحاجه اللي هي في ايدك، روحك وحماسك ونزعتك وحاجه اسمها نادي الاهلي، دي تبقى قدامك. المجموعه اللي حواليك دي انا معاك في دي، ماشي انت فاهمني، ايوه انا معاك في النقطة، لكن هو فنيا يعني فنيا، ما انت برضه يا امان بص مين المنافس برضه. سوري يا اسامه معلش، لا ولا يهمك، اتفضل. الطبيعي والمنطقي زي ما انت بتقول، ده في الوضع الطبيعي ان الناشئ او اتنين او بتاع بدخلهم مع فرقه تكون تقيله واقفه على رجليها وبتساعده، ماشي. لكن ايضا بيجيلك فرص في توقيتات معينه برضو لازم تتشبث بيها، وزي ما علاء قال انت مش مطالب منه ان انا اقيمه زي مثلا احمد شناوي بيلعب او مجدي قفشه هو بيلعب او شريف هو بيلعب، يعني شريف لما يلعب او قفشه او الناس الاساسيين عمرو السوليه مش عارف مين بيلعب ماتش ممكن يبقى ماتش بالنسبه له نص نص، بس احنا نقول ده وحش قوي النهارده. لكن انت الناشئ العكس تماما، حتى في الظروف دي وهم بيلعبوا 7 أو 8 مع بعض انت ما بتقيموش انه ده، يعني انت عايز منه ويعمل انت ما بتقيموش على اداء بس، لا مش عايز حاجه، نواحي كتير. انا بقيمه كناشئ واعد حتى هذه اللحظه، كل الناس اللي انت شايفهم دول انا بقيمهم كناشئ واعد، مستني منه لمحه، مستني منه موقف، مستني منه، يعني النهارده بامانه يعني مثلا الكوره زي بتاعه شوبير اللي صدها على مرتين دي، التسديده بتاعت اللي هو الجناح اليمين عبد الرحمن مجدي وبعدين كمل رد فعله تاني واتصدد، ما جالوش مواقف كتيره قوي، بس في موقفين ثلاثه تتعامل معاهم بشكل معقول، يعني ما تقدرش تقول فاهم. انا اقصد كده برضو زياد طارق مثلا في ماتشات قبل كده عمل الجون الحلو قوي ده، او رقص ترقيصه مش عارف شكلها ايه، او رجع في موقف دفاعي واحد ضد واحد عرف يقطع جامد، انت بتشوف حاجات بسيطه بتقيم على انه مش بتقيمه في الماتش كله انه ده مكسر الدنيا، انت بتقيمه انه ده هيبقى واعد. طب الفني، طب ماشي، ما انا هقول لك، بس هل ماشي، هل بتربط الفني زي ما قال الكابتن علاء بحته الروح والعزيمه والاصرار مش بدي بس، طبعا دي جزء، ايوه طبعا لازم الروح تبقى اعلى من كده، انا بقول لك بتربطه، لا ما هو انا بقول لك لازم الروح تبقى اعلى من كده. بص يا ايمن، انت اول ما تقول كلمه ناشئين لاي حد هتقول ايه؟ انا هلاعب مجموعه ناشئين. اول انا قلت لك قبل كده الموضوع ده، روح اول حاجه بتقول روح، مظبوط، دي مضمونه يا اسامه، ده النهارده دي مضمونه مش محتاج تتكلم فيها. بقول لك ايه، ده احنا زمان ما كناش بنحب نلعب الرياضه الصغيره الناشئين، برافو عليك، عشان لما انت كنت تعمل تقسيمه بالظبط، مظبوط كده، انت لما كنت تعمل تقسيمه وانت مثلا احنا كبار او القدام وبيلعب صغيرين، يا ده النهارده يبقى في جري وتخبيط وهنتعب والعكس، واحنا صغيرين اول كلمه قلتها لعلاء ميهوب اول ماتش جه يلعبه قلت له اعمل لعبك هنا، اللعب فوق اسهل من تحت كتير قوي، اللعب فوق هنا انت هتقدر تعمل، العب كورتك وما تقلقش وكل فرقه كلها حواليك الاول بس باصي ومشي الكوره، وبعد كده شخصيته بانت في الملعب وابتدى من اول مباراه بقى تاني مباراه تلاتة. خلي بالك اللي بيقول عليه اسامه اللي هو ايه، خلاص اداني وعد بيني وبينه ان انا بقى بروميسنج بالنسبه لي، انا عايز اتفرج عليه تاني. بس انت قلت يا كابتن شريف شخصيته بنت في الملعب، هو عنده الشخصيه،
الموهبه موجوده ولكن كمان عنده الشخصيه، لا عنده الروح العاليه، عنده الاراده ان هو يثبت نفسه. انا عايز اراهن عليه اساسي في النادي الاهلي. انا اسامه عرب لما جه لعب وبلال وانت احنا براهن لما تيجي تلعب الجماهير قبلاك، الجماهير مستنياك عايزه تتفرج عليك، عارفين ان انت على الاقل هتلعب 10 دقائق تخلصني. مش في لعيبه بتنزل اخر ربع ساعه وكلمات تخلص الفرقه، بيقول لك انا محتاجه، والمدرب ده يقول لك انزل دلوقتي ده اللي هيعمل لي عرضيه هيجيب جول حتته، ما عندوش اي حاجه ثانيه غير انه يجيب جول وبيحصل. يعني ده اللي احنا عايزين نلاقيه في اللعيبه دي.